السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الميدان في عامه الثالث وموسمه الجديد. من أمام قصر سيئون الشهير والشامخ هنا في وسط سيئون نبدأ معكم ترحالا جديدا لحلقة جديدة من هذا العام الجديد والثالث مع برنامج الميدان في موسمه الجديد برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت. أهلا بكم إلى فقرات متنوعة من برنامجنا لهذه الحلقة. لمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من سليم نطرح أيضا هذا التساؤل، تساؤل في سؤال ديني. ما شاء الله كلكم نزلتم من المسجد وسمعتم إلى مواعظ، صح، إلى دروس. معانا سؤال ديني من يجيب عليه ممكن يصل إلى 30,000. سؤال في إطار برنامج الميدان وفي تريم. سؤالنا يقول: لمن قال الرسول قال في وصية: يا فلان، وذكر صحابي، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لمن قال هكذا؟ سيدنا أبو بكر قال يا فلان، طبعا ذكر واحد من الصحابة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. من هذا الصحابي؟ أبو بكر الصديق. ومن أمامي سد مأرب العظيم نسأل مجموعة من التساؤلات: كيف الحال؟ كيف حالك؟ بخير. من اسمك؟ أكرم ناصر عبد الله مطر. من ثاني أكرم؟ من حجة. حجة، بس اليوم في مارب. أيوه. إيش تزور السد ولا؟ أزور. إيه. أول مرة تزوره؟ لا، قدي ثالث مرة. حياك الله. معنا لك سؤال بسيط، إذا أجبت عليه ممكن نعطي لك جائزة. الجائزة ممكن توصل إلى 30,000. كيف معلوماتك؟ تمام. كيف معلوماتك؟ دينية، ثقافية، رياضية؟ ثقافية رياضية. طيب، معنا سؤال في إطار الأسئلة الدينية. سؤال يقول: الرسول قال واحد من الصحابة: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لمن قال الرسول هكذا؟ كيف حالك؟ الحمد لله طيب. من عنبة معبد؟ نعم. سؤالك يقول: قال الرسول لأحد من الصحابة: يا فلان، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لمن هذا الصحابي؟ من هذا الصحابي الذي قال عنه الرسول: يا فلان، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة؟ من هذا؟ واحد من الصحابة. عرفتوا؟ نعطيك جعفر. جعفر بن من؟ هنا أيضا في سيئون نسأل معنا سؤال في المجال، طبعا رمضان كريم ومجال ديني. سؤال في المجال الديني: كيفك مع الأسئلة الدينية؟ تحضر المحاضرات والسيار والدروس؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال ديني، إذا أجبت ممكن تحصل معنا على 30,000. سؤالك يقول: قال الرسول لأحد من الصحابة: يا فلان، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لمن قال الرسول هذا؟ يا فلان، يا من؟ في بير علي. من بير علي؟ أي، من بير علي. نفسها؟ نفسها. وش عاصمتها؟ عاصمتنا بير علي. لمن قال الرسول؟ الرسول قال: يا فلان، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. لمن قال هذا؟ لسعد بن أبي وقاص. من الصحابة؟ لسعد بن أبي وقاص. أكد؟ أيوه متأكد. كيف جبت المعلومة؟ المعلومة عندي في الدراسات الإسلامية، يعني في مدرسة إسلامية. أي، مدرسة إسلامية. يعني دقينا في مدرسة. دقيت. يعني وجدنا مدرسة إسلامية. أوكي، مدرسة إسلامية. خلاص، يعني مثبت أنت على الجواب. مثبت على الجواب. هل لهم رأي ثاني؟ والله رأيهم. لمن قال الرسول: يا فلان، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة؟ سعد. 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 بس هو أجاب. حتى لا، ما عندنا إجابة. قال لمن؟ لسعد بن أبي وقاص. ولا يا معاذ؟ لا، يا سعد. يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هي وصية الرسول لاستجابة الدعوة. وسعد بن من؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص، وإجابة صحيحة ونموذجية من الأستاذ من؟ عاتق سعيد باكردوس. بس عشان اسمع له. ما شاء الله. من؟ عاتق سعيد باكردوس. عاتق سعيد باكردوس. باكردوس. أيه. الأستاذ عاتق سعيد مدرس إسلامية. مدرس. عاتق سعيد باكردوس في بير علي، وإجابة صحيحة و30,000 ريال. لحظة، 30,000 ريال من الشركة العربية اليمنية للإسمنت، راعي برنامج الميدان على قناة حضرموت. وألف مبروك عليك، اسمع له تحية أقوى، يستاهل. باقي لك أيضا هذه هدية من إسمنت العربية، الشركة العربية اليمنية للإسمنت، هدية رمضانية، مبروك عليك وأعطوا له تحية أقوى. مشكورين جدا، مشكورين، ما قصرت. ألف تحية لقناة حضرموت.
سؤال الموسوعة الشعبية لهذه الحلقة: ما عدن وما العادة؟ هنا في شارع المعلى نطرح هذا التساؤل، سؤالنا في إطار عدن. كيفكم مع عدن؟ والله عدن حلوة. حلوة ما شاء الله. إيه؟ هذا شارع جميل من أجمل شارع مدرم. شارع مدرم. سؤالنا يقول: ما عدن وما العادن؟ بس تجيب على الكلمتين. عدن هي محافظة جنوبية، وعادن معادن. إيش المعادن؟ يعني هذه العادن مشتقة من عدن. إيش المقصود بعدن؟ هذه كلمة معناها مديرة عدن، لكن إيش أصل الكلمة هذه لغوياً؟ إيش معناها؟ أنتم من عدن ما قد سألت؟ لا. إيش معناها عدن باللغة؟ إيش عدن وإيش العادن؟ هي عدن صغرى، كما تقول عاصمة عدن، محافظة عدن، يكون عدن صغرى. إيش هي؟ كريتر يتمنى اسمها عدن. كريتر اسمها عدن، لكن إيش معناها عدن؟ هي مش حقا من عدن. إيش كلمة عدن هذه في اللغة؟ إيش تعني؟ والله ما سألنا. ومنها أشرقت كلمة عادن، إيش معناها عادن؟ في إطار أيضا موسوعتنا الشعبية هنا في شبوة نسأل: كيف حالكم؟ الحمد لله. من وين أنت؟ أنا من القريبية. سؤال يقول: ما عدن وما العادن؟ تعرف عدن؟ أيوه. إيش عدن وإيش العادن؟ عدن ولا العادن؟ عدن. ما عدن وما العادن؟ الله ما أعلم. دري. عندك معلومة؟ والله ما أعلم. آخر واحد ألوان. ما عدن وما العادن؟ عدن عاصمة. تجارية. تمام. عدن اسم عادي. ايش هو العادل؟ العادل يقول لك يلا ايش العادل؟ العادل عدالة. في شارع المعلى هنا ما شاء الله معنا الحاج الكريمه، وما شاء الله اسمك يا والد او امي؟ ام ناظم. ما شاء الله. نسالكم في اطار عدن في سؤال ايضا الموسوعه الشعبيه لمختلف المحافظات اليمنيه، نسال عن إذا أجبتوا سؤال عليه 30,000: ما عدن وما العادن؟ نكلم. أنت ما عندك معلومة؟ لا عندي شيء. هي متعلمة عني. لا ما شاء الله. بس أنت ربيتيها. أيوة أيوة. إيش عدن؟ تعرفي إيش عدن؟ مستوطنة. عدن مستوطنة. مستوطنة. أيوة. عدن. أيوة. وش العادن؟ لا. عدن إيش معناها؟ عدن عدن مستوطنة. عدن يعني اللي مقيمين في بيت اللي عايشين فيها. عدن معناها الإدارة. أيوة. والعادن مشتقة من العادن؟ ما مش عارفة إيش العادن. العادن مشتقة من عدن. عدن تقولتي إيش معناها؟ عدن مستوطنة ومقيمة. المقيمة. يعني عدن. أيوة. والعادن هو الشخص أيوة المقيم. الشخص المقيم. إجابة صحيحة من الأخت أمنا. أخت من؟ أم أيمن. أم أيمن. ما شاء الله حفيدك يعني أيمن. أيوة أيمن. أم أيمن هنا والحاج الكريمة أم ناظم. أم ناظم. وإجابة صحيحة عن لأنكم عدنيين كنت تعرفوا. نعم. درستوها هذه ولا بعد؟ عدنيين. لا درسنا. من نفس عدن؟ أيوة. من نفس عدن أنتم؟ أيوة من عدن. من فين في عدن؟ من عدن في المعلة. حقيف. حقيف. مش من المعلة. هنا هنا بالركن. ركن. أيوة هنا. هي إجابة صحيحة في عدن. أكيد أهل عدن أدرى بشعابها وأهل مكة. وثلاثون ألف ريال هنا للأخت أم أيمن. أم أيمن وأيضا للوالدة أم ناظم. أم ناظم في شارع المعلى 30,000 ريال من الشركة العربية اليمنية للإسمنت هنا وقناة حضرموت وبرنامج الميدان. ألف مبروك عليكم، كل عام وأنتم بخير وأنتم طيبين. وأيضا كمان للأخت معانا هدية رمضانية من إسمنت حضرموت وإسمنت العربية وشركة الإسمنت في حضرموت، وألف مبروك عليكم كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله ورمضان. في مأرب وهذه الحضارة مع مجموعة من الأطفال الأمورين مع فقرة ميدان الطفولة، الفقرة الجميلة. كيف حالكم؟ الحمد لله. خير؟ الحمد لله. طيبين؟ الحمد. نتعرف على أسماءكم كلكم. من اسمك؟ صالح محمد عبد الله العكيمي. من وين؟ من صرواح. صرواح مأرب. أيوة. ولا تعد؟ مأرب. صرواح في مأرب. وذا الأمور الصغير اسمك من؟ ناجي محمد عبد الله العكيمي. من؟ ناجي محمد عبد. نجم. ناجي محمد عبد الله العكيمي. كيمي من وين انت؟
من حباب. من؟ من صرواح. منطقة اسمها ايش؟ حباب. حباب في صرواح، وذي الأمورة الصغيرة؟ نايف محمد عبد الله العكيمي. أخوش ذا؟ أنت أخوها؟ وين أبوها؟ أبوها في البيت. ليش ما جاء معكم؟ اشتغلوا. وهذا الأطفال الصغير اسمه؟ يحيى علي عبد الله العكيمي. اسمك مرة ثانية شكلك مش حافظ اسمك. لا. كم؟ يحيى علي عبد الله العكيمي. من وين؟ من صرواح. كلكم من صرواح؟ طيب أنتم مبدعين ولا من صرواح؟ أيوه. قلت معناها نعم. طيب وذا الأمور تدرس؟ لا. ليش؟ أدرس. متى بتدرس؟ أنا عدنا صغير. عدك صغير بس الآن قالوا إنك كبير، كنت كبير الحين. لا. متى بتدرس؟ حلو باش حلو. ها؟ الصالة. وين؟ السنة الوصالة بندرس. الواصلة. طيب نريدك تنشد أنشودة ذيك الجميلة اللي قبل كنت تنشدها، إيش الأنشودة؟ إيش؟ أنشودة قبل تجيبها مع أختك هناك. أختي؟ يعني جيب الأنشودة. كيف الأنشودة؟ الأنشودة اللي قبل تنشدها جيبها. يلا جيبها. هذا حالي وهذاك هذا معط حالي وعدنا داري. كم عندك دار؟ يلا غن غن كذا نسمع أغنية منك. يلا غن. كيف أغني؟ غني القصيدة. ما هذا النطفة أغني في البيت. كنت أسمعك تغني صح في البيت لما نزع محت تحت البيت يغني. أيوة شفت تغني في البيت. والله ما أغني. ليه؟ طيب بس أختك اللي تغني صح؟ لا ما أدري. ما تتعلمي؟ أتعلم. وين؟ في البيت. بالمدرسة؟ السنة الوصالة بتعلم بالمدرسة. طيب في البيت إيش هذيك الأنشودة تجيبها عند ماما لما كنتي تطبخي؟ والله ما أجيب أنشودة، أطبخ بس ولا أنشد شيء. طيب إيش تطبخينه في البيت؟ أقص سلطة بس. إيش الوجبات اللي عندكم تطبخوها؟ إيش تأكلون؟ رز، عصيد. سوى عصيد؟ إيه. كبيرة ولا صغيرة؟ للرجال كبيرة ولا الناس صغيرة؟ كيف؟ 1 2 1 2 3 فول 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 لا فار فور. طيب اخر شيء خلاص بغيتك تقولي شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. سريع يلا تقول بس مره واحده. شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. شاهد مشمش مش من مشمشنا. شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. ممتاز يلا يلا قل لي قل لك عربي عاد حفظناه انجليزي. هذا عربي مو انجليزي. تقول يلا بسرعه شاهد هذا المشمش مش من مشمشنا. شاهد المشمش بيروحوا علينا. خليهم يروحوا انتوا اليوم عندنا. لا اشتي جائزه. اشتي جائزه كبيره ولا صغيره؟ كبيره. وانا وبابا صغير. انت وها صغير؟ ايوه. وانت تبغي جائزه كبيره ولا صغيره؟ كيف ناجي بس يلا اخر ما تبغي. شاهد هذا المشمش مش من المشمش. نقدر مره واحده. نقدر. شاهد هذا المشمش مش من المشمش. نقدر يا اخي. طيب مره واحده بس. نقدر. يلا شاهد هذا المشمش مش من المشمش. ممتاز. اسمع التحيه. يلا صفوا قولوا اسمع التحيه. وهو طبعا هذا المبلغ المالي من الشركة العربية اليمنية للإسمنت، إسمنت حضرموت، وإسمنت العربية من قناة حضرموت. برنامج الميدان تابعوا قناة حضرموت. نعم. دايم. مش عندنا غير كنت أشاهدها. طيب الآن إن شاء الله تشاهدها. ألف مبروك. من اللي بيستلمها؟ أنا الكبير. الكبير. ألف مبروك عليكم كلكم. يلا استلموها مرة. نسمع لهم تحية. امسكوها بس كذا. امسكوها. أيوة امسك. صفوا قولهم أنتم. أيوة. كيف حالك؟ الحمد لله. رمضان كريم. جميع إن شاء الله. سؤال يقول سؤال إذا أجبت عليه ممكن تصعد معنا إلى 50,000. سؤال في إطار حول العالم يقول ما الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصل إليه الدم؟ الجزء. في عدن. كيف أصحاب عدن؟ طيبين. رمضانكم كريم إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. معلك سؤال إذا أجبت ممكن تصعد معنا إلى 50,000. عند معلوماتك كيف معلوماتك؟
ان شاء الله طيبه. ركز ان شاء الله. ركز معي في السؤال، السؤال يقول ما الجزء الوحيد في جسم الانسان الذي لا يصل اليه الدم؟ السؤال شوف تجيب تصعد معنا للخمسين. هو يا المعدة يا البنكرياس. ايش هو جزء وحيد في جسم الانسان لا يصل اليه الدم؟ كل اجزاء الانسان هذه يصل لها الدم الا جزء واحد ما في له دم. يعني البطن ولا ال انا اقول لك الان اسال. انا اقول لك يعني هل اشخص اجيب المعده ولا البنكرياس ولا حدد لي جزء واحد. يعني البطن تحتوي على المعده والبنكرياس وهذا يعني منها هذه ايش الحاجه اللي ما يصل لها الدم؟ البنكرياس. مع أهالي عدن أو بنات عدن معا لكم سؤال، سؤال تصاعدي، سؤالنا يقول ما الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصل إليه الدم؟ نبدأ بال يلا حظك ممكن تشوفي، إذا أجبتي عليه ممكن تصعدي معنا إلى 50,000. سؤال بعشرة ولكن تصاعدي إلى 50، كيف معلوماتك؟ أجين طيب؟ أجين؟ عيدها مرة ثانية. ما الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصل إليه الدم؟ بناتك ولا أخواتك ولا العين. ما لكم علاقة؟ قرية العين. ايش هي؟ قرية العين. قرنية حق العين. قرية العين. قرية القرنية حق العين. قرنية؟ القرنية حق وين هذه تقع القرنية؟ بالعين. تدر الشبكية حق العين. ايوه طيب تدرسوا طب انت ولا ايش؟ لا لا ايوه ثانوية. الثانوية عادكم؟ ايوه. درستوا في العلوم؟ ايوه بس ركزوا في الجواب. جزء وحيد لا يصل اليه الدم مطلقا، الدم يصل الى كل جسم الانسان الا القرنيه حق العين ما توصل. درستوه هذا؟ ايوه. في العلوم ولا في الاحياء ولا في الاحياء؟ اذا مع طالبات واجابن اجابه صحيحه بس مبدئيا اخوات بنات عم. بنات عم ما شاء الله في بنات من محافظه عدن بالتحديد في كريتر. في كريتر حصلنا على اجابه هذا السؤال التصاعدي الذي يصل الى 50,000 لكن مبدئيا حصلتم معنا على 10,000 ريال. مبروك على الاخوات مبلغ 10,000 ريال من الشركة العربية اليمنية للإسمنت. السؤال يقول كم عدد الطبقات التي تتكون منها قرنية العين؟ هذه القرنية نحن طبعا نشوفها دقيقة جدا لكن لها طبقات معينة تكونها. كم عدد لا عفوا السؤال لها هي لا تتكلمي إلا إذا هي استشارتك. بدأ العد كم عدد الطبقات؟ 1، 2، 3، 10، 20، 100، 200. 5 طبقات. ركزي انثبت. ايوه تبقيت خمس طبقات من العين. 5 طبقات؟ ايوه. ما ادري مثبت عليه ولا ما مثبت؟ ثبت. بس انت حاولي ما تقولي لها الا اذا هي قالت عشان ما يسقط عليها. بس واحد ادري 5 طبقات. بس السؤال لها بعدين ممكن تحول. طيب تستشير 5 طبقات. ايوه. من عندك ولا استشرتيها؟ لا من عندي 5 طبقات. قالت لك هي؟ لا. طيب قالت 5 مثبت؟ ايوه نثبت ان شاء الله. نثبت اللي الاخت تقول هي؟ اكرام. هذا اكرام. نثبت قالت 5 طبقات. والجواب صحيح و10,000 ريال أيضا من شركة الإسمنت من إسمنت حضرموت وإسمنت العربية هنا في كريتر. اسمع لها تحية أقوى جمهور اسمع لها تحية ما شاء الله. كم الآن المبلغ معاكي؟ 20. كم؟ 20. السؤال يقول سؤال علمي ما الجزء في العين اسمه معين الذي تتكون فيه أو تكون فيه الصورة مقلوبة؟ نحن نشوف الآن الأشياء الآن كذا لكن تنقلب داخل العين ثم تحول إلى الدماغ ويوضح هذه الصورة. في داخل العين في طبقة تكون فيها الصورة مقلوبة إيش اسمها؟ بدأ العد. من السؤال؟ ما تستشيري الجمهور قولي حد عنده معرفة بيقولها ولا نحول؟ إيش العود اليد السؤال؟ ها؟ إيش العود اليد السؤال؟ حد منكم يعرف؟ حد منكم بيساعدني؟ حد منكم بيساعدني؟ بتساعدها بس الفلوس لها حد ولا بتصمتوا؟ الآن قلتي بتحولي. أيوه. إذا بتحول واختارت هذه. هذه بتعرف الإجابة. طبعاً إذا أجابت لها قبل 5 ثواني اختارت التحويل. تعالي بس يا أستاذة وتحول طبعاً لهذه. طيب تحول له. أيوه. الجزء الوحيد أو الجزء الذي تكون فيه الصورة مقلوبة. إيش؟ الشبكية. شبكية العين. شبكية العين. إيش القرن؟ لا. قالت الشبكية. والإجابة للأسف. الإجابة صحيحة وبالتحويل يتحول لها مبلغ ما شاء الله فوتر بس ما شاء الله تحول يتحول لها مبلغ 10,000 ريال من الشركة العربية لمن الإسمنت وألف مبروك عليك الأستاذة أو مها محمد. السؤال تصاعدي الرابع يقول في عدن للأخت إكرام محافظ ما هو
أكثر الألوان ثباتاً في الذاكرة. طبعاً مرتبط بالعين، العين عندما ترى ألوان عندها هذه الألوان. إيش هذه الألوان؟ أخضر، أصفر، أحمر، أزرق، أسود. ما هو أكثرها ثباتاً في الذاكرة ولا ينسى؟ لحظة، إذا استشيروها تركزي. بدأ العد، العد بدأ العد الآن ونشوف الأبيض. ركزي معي، واحد من الألوان أكثرها ثباتاً وواحد منها أقلها ثباتاً، ما ينسى. ما ينسى الأبيض. ثبت، ما أدري، نثبت يا إكرام أو تستشير الجمهور. تستشير الأبيض. حد يعرف منكم يا عيال؟ ثبتي قبل الوقت بسرعة. الأحمر. ثبت بسم الله. الأحمر. الأحمر ثبت. الأحمر هذا جبتيه من عقلك ولا كذا؟ لا الأحمر من كذا. لحظة يا جمهور، ثبتت على الأحمر صح؟ قلتي أبيض يا حاج، ثبت هي على الأحمر، على الأحمر صح ولا لا؟ قبل انتهى الوقت قالت الأحمر، ولكن أكثر الألوان ثباتا في الذاكرة هو اللون الأحمر، وإجابة صحيحة. وعشرة ألف ريال من الشركة العربية اليمين الإسمنت هنا، ويصبح أيضا مع الأخت إكرام. كم الآن المبلغ؟ 30 ألف. مما تتكون دموع الإنسان بس لها من حاجات معينة، وكم هي يا حامد؟ بدأ العد. حاجتين مهمة تتكون منها دموع عين الإنسان، إيش هي؟ لا أحد يكلم. بصل. بصل؟ لا أنا المين يعني. يا أستاذ يلا يا إكرام. دموع العين إيش فيها؟ هذا فيها لحم، فيها برتقال؟ لا لا، من الأنف تتكون. تتكون من إيش؟ من مواد. أو من ماء. عصير. من إيش؟ من الماء، من الأملاح، من الملح. إيش وإيش وإيش وإيش؟ الملح والماء. أيوة الملح والماء. الملح والماء. ثبت. أيوة الملح والماء. ثبت. شوفي ثبت. حاجة ثالثة بسرعة. الوقت. لا في حاجة ثالثة. إيش هي؟ الملح والماء. قالت ماء وملح وثبتت هنا صح؟ أيوة. والإجابة وش عاد؟ قالت الماء والملح، أو قالت قالت المياه والأملاح. هي قالت ماء وملح. والإجابة صحيحة، وعشرة ألف ريال من الشركة العربية اليمين الإسمنت. ما شاء الله مبروك على الأخت إكرام، محافظ هنا في محافظة عدن بالتحديد. وعشر كم الآن أصبح المبلغ معك؟ 40 ألف ريال. وهناك أيضا للأستاذة 10 ألف، وبالتالي هنا كمالا وإكمالا وتكملة 50 ألف ريال من الشركة العربية اليمين الإسمنت، راعي هذا البرنامج هنا في محافظة عدن، بس للأخت هذه لأنها ما شاء الله ذكية، وهي طبعا هدايا هنا. أهلا بكم إلى سباق الميدان، حلقة اليوم وسباق اليوم ننقله لكم من هنا من شواطئ مديرية البريقة الجميلة والصافية وذات الجمال هنا في محافظة عدن، الثغر الباسم والجميل، مع طبعا جموع الحاضرين هنا والمتواجدين في هذه الأمسية الجميلة والحشد الجماهيري الكبير. معنا طبعا في عدن هنا فريقين، الفريق الأول في هذا السباق وهو الفريق الأخضر. ما شاء الله شيبان وشباب، ولكنهم عندهم همة. كيف همتكم؟ عالية. اسمع تحية للفريق الأخضر. اسمع تحية للفريق الأحمر. قبل شرح اللعبة طبعا نبدأ بتعريف المتسابقين المشاركين معنا في هذا السباق. سباقنا اليوم هو عبارة عن سباق بالدراجات النارية الشاطئية مع العوائق الموجودة طبعا الآن هنا. محسن محمد، محسن الحاج، شوقي علي أبو بكر، أحمد مقبول، خالد مسعود، عبدو صالح، سعيد حيدر، سلال، عبد القادر، أحمد معين، سالم، محمد ناصر، عدنان الخضر، علي عمر الوحيري، عبد الرحمن، علي محمد، محمد حمادي. يلا الجولة الأولى ينطلق فيها من الفريق الأخضر محسن الحاج، ومن الفريق الأحمر معين سالم. يلا نحسب للثلاثة يا جمهور وينطلقون. يلا 1 2 3 بسرعة تنطلق. من هو الأسرع؟
من الأصعب؟ لابد طبعا يأخذ هذه الجولة الآن، لازم يأخذ الجولة. ممتاز ممتاز، يحاول يأخذ الجولة الآن، وحاول أيضا يوصل إلى الخط النهاية ويقفل. لا 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 لا، ركزوا بس معانا. الجولة الثانية الآن معنا من الفريق الأخضر رب من قدامي شوقي علي أبو بكر، ومن الفريق الأحمر سلال عبد القادر. جاهزين؟ يلا جمهور نحسب للثلاثة وينطلقوا. واحد اثنين ثلاثة. حاول لا تخرج الماء، حاول يرجع. أيوة يحاول، اطلع يحاول يا شاب. وصل الفريق الأخضر، اسمع تحية للفريق الأخضر. ارجعوا ارجعوا، يلا الواحد أخضر ثاني. الجولة الثالثة الآن وهي آخر الجولات يكون فيها المتسابق الأخضر عبدو صالح سعيد حيدر. عبدو حيدر من الفريق الأخضر، اسمع له تحية. ومن الفريق الأحمر عبد الرحمن علي حمادي. عبد الرحمن وهو يهدد ويتوعد حتى الجمهور بأنه يطيح بالجمهور. لا 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 لا. الآن هذه هي الجولة الثالثة. الجولة الأولى فاز معنا فيها الفريق الأحمر وكسب معنا 5 درجات، بينما الجولة الثانية فاز فيها الفريق الأخضر وكسب 5 درجات، وبالتالي تكون الآن النتيجة هي التعادل 5-5. الآن آخر الجولات، من سيفوز سيكسب معنا الجائزة قيمتها 30,000 ريال، ومن يخسر يحصل على 20,000 ريال. الآن نحسب الكل إلى الثلاثة وينطلق. واحد اثنين ثلاثة. بسرعة حاول حاول يلا. يحاول، ايش سويت؟ طبعا يحاول يواصل واصل. طيب ايش سويت يا حال؟ لاول مره طالع على بس الدور كيف فلسه طبيعي، يعني كيف ما اشتغلت معك؟ ما اشتغلت معي بالبدايه. وكيف بعدين سويت؟ بعدين دهفونا العيال وروح مشينا بس خسرنا. طبعا هكذا انتهت جولات السباق الثلاث. اضطرينا طبعا لالغاء الجولة الرابعة نظرا لهيجان البحر وطلوع البحر، وبالتالي اكتفينا ب3 جولات. الأولى فاز فيها الفريق الأحمر ب5 درجات، الثانية فاز معنا فيها الفريق الأخضر ب5 درجات، بينما حسم الفريق الأحمر السباق لصالحه في الجولة الثالثة ب5، وتكون النتيجة 10-5. وبالتالي طبعا يحصلون على المبلغ المركز الأول 30,000 ريال من الشركة العربية اليمين الإسمنت، واسمع لهم تحية وسعيد يسلم لهم 30، اسمع لهم تحية. بينما الفريق الثاني هنا وعلى شواطئ البريقة طبعا، وإن كانوا إيش عوامل الخسران؟ والله السبب المساحة الضيقة والمكان مش مناسب للسباق صراحة بالانطلاقة القوية. هذا مكانكم أنتم ميدانكم. إن شاء الله هذا هو الموجود. كيف السباق تمام واسمه ذا، لكن سبب الفشل هو ضيق المكان، ضيق المكان ولأول مرة نطلع فوق الرادة. كيف كان السباق؟ كلام كويس شايف مشرف. طيب إذا نعطي لهم، طبعا هذا نصيبكم تأخذونها؟ بروح رياضية. بروح رياضية يتسلمون 20,000 ريال ويستاهلوا، ونعطي لهم أيضا تحية أقوى. ألف ارفعوها بس. ألف إذا بهذا نصل وإياكم إلى ختام سباق الميدان لهذه الحلقة اليوم من على شواطئ البريقة. شكرا لطيب المتابعة، الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوقوا الحساب علينا، أهلا بكم إلى فقرة اليوم من برنامج الميدان من سعاد مول للتسوق ومتعة التسوق في مهرجانها الذي يستمر إلى
29 يونيو مع الحفل الكبير والجوائز الكبرى، سيارة ودراجة نارية وجوائز أخرى منزلية. إلى تساؤل جديد، ومن يفوز معنا أيضا ينتقل ويدخل معنا في السحب النهائي على الجوائز الكبرى. والسؤال اليوم يقول، عبارة عن لغز بس للأذكياء، والسؤال يقول بسألك عن رجل مكلبش ومسجون وربعه تخاطفهم سهوم المنية، يطيع كل الناس، عاقل ومجنون، وما يطلقونه لين يذبح خويه، من هو هذا؟ نتابع وإياكم الإجابات هنا في سعاد ملك. ما شاء الله السلل الرمضانية هنا، رمضان كريم، الله يكرمك. في سعاد ملك تسوقوا؟ أيه. سؤال وحظكم، بسألك عن رجل مكلبش ومسجون وربعه تخاطفهم سهوم المنية، يطاردهم الموت دايم، يطيع كل الناس، عاقل ومجنون، هو يطيع كل الناس وما يطلقون هذا المسجون، ما يطلقونه إلا لما يموت واحد من الخوان، من هو هذا؟ إذا أجابت لي كلها، إيش هو؟ الشخط. كيف الشخط؟ بس فسري لي. رجل مكلبش ومسجون ما يقدر يخرج، يعني هو الشخط داخل حقه مكلبش يعني ومسجون، يعني ولما ترشنه يطلق السهام حقه وربعه تطاردهم السهوم المنية، كيف الموت طاردهم؟ لما ترتشن فيه على طول كلهم يشتغل. لا، ربعه طبعا يجرون ويجري وراهم الموت، يجرون يتحركون. سلة رمضانية محترمة، يبدو أنها محترمة هذه. الشخط يعني إذا كان كل ما فتحته وقلت بكده يعني إخوانه يعني طاردهم المنية في أي وقت يعني تفتحها بي إخوانه يطاردهم الموت دائما، كل واحد بعد الآخر. طيب، ما يطلقون هذا المسجون إلا لما حد يموت من خوانه، كيف؟ يعني يروح العود، يعني يروح حقه يوم يقولوا بكده يشعل. هذا إذا هو شعل العود ما عاد بيشلون العود الثاني. ايوه، إذا اشتعل وإذا شعلوه داخل العود نفسه داخل الشخط كلهم يعني طاردهم الموت. من اسمك؟ خديجة. من؟ خديجة. خديجة، خديجة من؟ بن صالح. خديجة بن صالح بن من؟ جلال. بن؟ جلال. بن جلال، من وين أنتِ؟ من الشحر، من الغيل، من الشحر. من الشحر، من فين في الشحر؟ من عيديد، من المنصورة، من عيديد. من عيديد. سؤالك يقول، أنا عشان كذا لأن الأطفال لازم نبسط لهم، بسألك عن رجال مسجون، سجنوه مسجون، هذا دائما معلق كذا بس مسجون بالسلاسل، وأصحابه يطاردهم الموت، يمشون ويطاردهم الموت أصحابه، تمام، سهل لك في بسيط، و كل الناس يعني هو يطيع كل الناس، اي واحد جيبه يشله يطيعهم، خليهم يشلونه، العاقل والمجنون، وما يفكونه من هذا السجن وهذه السلاسل الا من واحد يموت من اصحابه او يقرح. كيف حالك؟ حياك الله. من اسمك؟ طارق سالم بعقمان. من وين يا طارق؟ من الشحر. فين في الشحر؟ المنصوره. اصحاب الشحر ركز في السؤال والجواب وتشرح. بس انت كبير، بجيب لك باللغز الفصيح. بسالك عن رجل مكلبش ومسجون وربعه تخاطفهم سهوم المنية، يطيع كل الناس، عاقل ومجنون، وما يطلقونه لين يذبح خويه. طيب، هذا كفر السيارة. ايش هو؟ كفر السيارة، السبيار، الاستبنة يسمونه. ولا الشخ؟ لا، استبنة. استبني السيارة. نعم، هو مقيد. أيوة. بالسلاسل. كلبش ومسجون، كيف؟ نعم. معلق في السيارة بالسلاسل طبعا. أيوة. معروف. والشرط الثاني أصحابه وربعه تخاطفهم سهوم المنية، الأربع التايرات البقية تمشي. أيوة. نعم، في أي لحظة تقرح، أي لحظة يموتوا، صحيح. نعم. يطيع كل الناس، عاقل ومجنون، معروف طبعا، أي واحد يحتاجه يأخذه حتى المجنون. نعم. وما يطلقونه لين يذبح خويه، لين يبين شر تاير أحد الأربع يعني. وإجابة صحيحة ونموذجية، اسمع له تحية، ما شاء الله، جواب صحيح في سعاد مول. اسمك؟ طارق سالم بعقبان. طارق سالم بعقبان. طارق باعقبان من الشحر، صح؟ نعم. من الشحر؟ كيف؟ من وين؟ من الشحر؟ منصورة. من المنصورة في الشحر، وتسوق بهذا فقط، هذا فقط لي معك. ايوه، بس ابيه ثاني. وين بضاعتك؟ والله اخر شيء خلي عادي، ما يحتاج. طيب، الحين معك ثلاثة خيارات. اي نعم. اما انت وهمتك، شوف النساء والبنات ما دخلن في هذه الهمة. العربية حقي موجودة هناك، كيف اجيبها؟ ما ادري، نحن لما نسألك بالموجود معك، بس معك خيارين ثانيين. طيب. حلوة بالنسبة لك أنت، إما معانا كرات التسوق هذه الموجودة، أو أنت وهمتك نعطي لك 30 ثانية
تختار المكان اللي طبعا من هنا نختار لك السله في هذا المكان وتشل اللي تريد حاسبك عليه. هذا خيار لا يمكن. أي طبعا هذا واحد من الخيارات، اما ان احنا نحاسب او اننا نحاسب على لا ابغاه. هذا مكنزل. مكنزل انه قليل. نعم. طيب بس هذا يسمى الخيار المضمون. اي نعم. لا ما ابي هذا. 30 ثانيه معك كثير والله. طيب في حاجات ممكن تشلها يعني. اتوكل على الله عشان التصوير يعني. يلا يعني اتسوق عادي. بتسوق؟ نعم. 30 ثانية. 30 ثانية. كيف همتك؟ الحمد لله. همة ما شاء الله عندك؟ ان شاء الله. عندك طبعا الآن من مكانك هذا تأخذ جولة بس بسرعة وتسوق في 30 ثانية ولا تنتظر أولى المفاجآت. ماذا سيختار؟ تتوقع كم بتجمع؟ حن 10,000 20 كذا. بس. يا أخي المفروض توصل 50. والله بروح قسم الجلاكسيات إن شاء الله أكثر كذا. طبعا معك 30 ثانية لما نحسب تبدأ. معك من كل صنف منتج من كل منتج صنف واحد البان مشتقاتها كل حاجه. ركز اسمعي، حاول انت توسع الناس في زحمه تحسها؟ لا ما في زحمه الحمد لله. كيف الان تحس نفسك؟ الحمد لله امور طيبه. كيف يعني تتوقع ايش كيف؟ مغامره تعتبر. والله الحمد لله ارضى بالنصيب. واحد اثنين ثلاثه انطلق طارق، حاول عجل عجل يا طارق، اجمع اللي تريد. ممتاز جدا. ايه جم بس الزحمه لا حد يرجع يا جماعه بسرعه، النظام بس النظام شوي بسرعه. اي حاول شل اشياء عادك كثير يا طارق، جمع معك 30 ثانيه، جمع اكثر. ممتاز طارق، بس انتبه للسله، انتبه للسله بس شويه. لا اخذ السبيكر، اخذ السبيكر. باقي كم؟ باقي ثانيه بسرعه. انتهى الوقت، انتهى الوقت طارق، انتهى الوقت، انتهى الوقت طارق. طبعا انتهى الوقت الان. في كانت برضه في يدك حاجه، بس انتهى الوقت وانت في الطريق. انا قلت لك ركز. الحمد لله، الحمد لله الاول. بس جمعت حاجه حلوه الحمد لله، يعني كانك حافظ المحل. لا حافظ. طيب تتوقع هل انت عارف ايش اخذته؟ لا والله، بس ادري هذا والاول، بس هذا ما ادري وش هو. كيف اخذته وما تدري ايش هو؟ والله نصيبي كذا. نصيبك كذا. طبعا طارق اخذ حتى السبيكر هذا. ابغى تعوض عنه طبعا. بس هذا هو تبع اصحاب المحل. اي هذا لازم، هذا تبع اصحاب المحل. ابغى بديل صاحب المحل. طبعا هذا كان سبيكر بالنسبه لتوجيه الناس. قبل شوي كنا نتكلم الناس فيه وانت بغض النظر ما وضحتوا لي هذا. ابغى بديل عنه. صاحب المحل شو السبيكر حقك رجاء او بناخذه؟ لا شو تبعهم. طيب كيف تشوف ال 30 ثانيه؟ والله الحمد لله كويسه كانت معك. الحمد لله ان شاء الله كنت عندك همه. الحمد لله. اذا هكذا جمع طارق. بس طبعا شوف المحاسب كم جمع طارق. طيب تتوقع كم؟ والله اتوقع ما ادري. هذه كم؟ 45 50 كذا. هذا ايش؟ ماكينه كهربائيه. حق ايش؟ حق الارضيات مساحه وبلاط. مكنسه يعني؟ مكنسه متعدد الاستخدام. ما شاء الله حاجه حلوه. طيب هذه كم سعرها؟ سعرها 34,500. هذه لحالها؟ هذا لحالها 34. تحتاج لها؟ الحمد لله. ما شاء الله 34,000 وكم؟ و500. 500 ما شاء الله. وهذه؟ هذه ايش؟ هذا جهاز تصنيع الكيك. جهاز تصنيع الكيك يسوي لك كيكات كثير انواع الكيك. جميل. هذه كم تقريبا؟ هذا قيمتها 8500. 8500 طارق. طيب ما شاء الله بشكل مش تصنيفه. هذه عندك؟ الحمد لله. طبعا نحن نقول ركز بس في المنتجات. هذه وهذه لحظه بس للاسف. هذه وهذه صنف واحد، اذا يلغى واحد للاسف. هذا المفتوح يلغى. يلغى واحد، تختار واحد بس منه. حلو هذا. طيب نفس الصنف. ايه خلاص يلغى هذا. طيب حلو يلغى هذا، لان احنا قلنا ركز انت اخذت وقت الان في الاثنين مع بعض. طيب الجهاز 51,200 ريال الاجمالي. 51,200 ريال. اسمع له تحيه طارق باع عقبان ما شاء الله عليه. طارق وكان ايضا من نصيبه 51,200 ريال. تسوق هو في 30 ثانيه. حظك احلى كان. طيب شكرا. وعدك ممكن اقل كان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الاخ طارق، ومبروك عليك وكل عام طيب وانت بخير. وان شاء الله طبعا ايضا طارق باقي لك عاد مفاجاه حلوه. طارق ايضا ستدخل معنا في السحب على السياره الكبرى. بامكانكم انتم كذلك الحصول على فرصه التسوق هنا والربح والدخول في السحب على السياره الكبرى. وهذه طبعا هذه القسيمه تدخل معنا في السحب على السياره الكبرى. طيب. كل عام وانتم بخير وطيب. طيب. رمضانك كريم. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب متابعتكم لفقراتي وتساؤلاتي واجاباتي هذه الحلقه. سعدنا فيها واياكم بالاجابات المتنوعه والمشاركات المختلفه، وان شاء الله
نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج الميدان في هذا الموسم الثالث والجديد برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة، في أمان الله تعالى وحفظه. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.